والتوحيد أصل الدين. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من فضائل التوحيد وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. إذا وحدوا الله وسلموا من الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا سلم المؤمن من الشرك الأكبر والأصغر وظلم العباد فاجتاز بالأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الأصغر وظلم العباد فإنه فاته من الأمن التام والهداية بحسب ذلك، فلا يحصل له كمال ذلك وإن حصل له أصل الأمن والهداية.